السلام عليكم. هذا فندق جديد يقع في مدينة سطيف، واللي صاحبه مستثمر خاص. وهذا الفندق من يعني مستوى نتاعو هو 4 نجوم، ونشوف يعني شكله يعتبر جميل وعصري وطراز يعني عالمي حسب يعني الهندسة نتاعو. ولنا ان شاء الله يكون فيها فيديوهات مقبلة ان شاء الله عن الشكل الداخلي يعني في الداخل، حيث انه مدينة سطيف اصبحت في السنوات الأخيرة مدينة سياحية بامتياز، واصبحت تستقطب سواح كثر من تونس وليبيا وبعض الدول الأخرى، وهذا إضافة إن شاء الله في القدرات يعني تاع العرض تاع الفنادق للمدينة ولل يعني الولاية، حيث أننا نعرف أن مدينة سطيف ولاية سطيف عندها عدة معالم سياحية كالرومانية كذا مثلا، وعندها تتميز ب عند متحف رائع. وأترككم مع هذه الصور الليلية لهذا الفندق الجميل، والسلام عليكم.